المعتقد المحتجز في هذا المستشفى أبت إلا أن تأتي اليوم لتؤكد للرأي العام الوطني جهلها التام لحقيقة مرض الرئيس محمد عبد العزيز، إذ أن وزير العدل في بيانه أكد أن الرئيس لا يحتاج إلى علاج غير تقليدي، وبعد ساعات نقل الرئيس إلى مستشفى الطب القلب لإجراء عملية قسطرية يبدو أنها ستعاد أيضا اليوم. نحن هنا نؤكد للرأي العام الوطني والدولي ولمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقادة الرأي في هذا البلد أن قضية الرئيس تدخل في غموض لا يتطلب توضيحا رسميا وتوضيحا أيضا من أصحاب الاختصاص الأطباء من لا من العدالة. فالرجل أوقف منذ سنة تزيد على في ملف يبدو أنه لا علاقة له بالقضاء ولا علاقة له أيضا بأي ملفات غير طبيعية. القضية قضية تصفية الحسابات من منذ أيام، والأمور تتجه حول دخلي إدخال عناصر أجنبية خارج البلاد في محاولة تصفية الرئيس، وأنتم تعلمون أن مواقفه اتجاه العدو الصهيوني كانت ولا تزال غصة في حنجرة الصهاينة وفي من يواليهم وفي من يتعاطف معهم، وهم يتعاظم شأنهم في البلد وفي المحيط وفي شبه الإقليم. إذا نحن هنا نطالب الرأي العام الوطني ونطالب رئيس الجمهورية، إن كان لا يعلم بهذه الحقائق فإن الرئيس محمد بن عبد العزيز دخل مرحلة الخطر، ونحن كمناصرين وكمواطنين أحرار وكشرفاء من هذا البلد نطالب رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وباعتباره أيضا المسؤول الأول عن التسيير، نطالبه بتوضيح الحالة الصحية للرئيس، إذ أنه نقل من سجنه إلى المستشفى العسكري نظرا لحمى ورعاف أصيب بهما وانتهب به المطاف في طب القلب، وهذه قطعا ليست من أعراض القلب، الحمى والرعاف ليس من أعراض القلب. نحن نريد من رئيس الجمهورية أن يوضح الوضعية الصحية للرئيس، وأن أيضا هذه العمليات المتتالية عمليات القسطرة المتتالية أيضا تؤكد أن بيان وزارة العدل وللأسف الشديد لا علاقة له بواقع الرئيس، لا علاقة له بواقع الرئيس، علاقته في قلوب القائمين على الوزارة الذين يحاولون تصفية حسابات دنيئة ورخيصة ومرفوضة أيضا مع الرئيس. نحن هنا نطالب بأن يوجد مرافق دائم للرئيس في مرضه من أسرته، إذ أن أسرته محرم عليهم الدخول عليه إلا في وقت محدد جدا ودقيق. وأنتم تعلمون أن وضع الرئيس الصحي قبل هذه الحالة كان يتطلب الرفع إلى الخارج. نحن نطالب وكي تطمئن قلوب الجميع وكي نطمئن أيضا أن لا إرادة غير إرادة العدل والإنصاف لهذا الرئيس المظلوم المحتجز منذ سنوات، والذي سبب احتجازه هو وضعه الصحي الذي يعاني منه اليوم في مستشفى القلب. نحن نستنكر وندين كل تصرف يحاول أن يمس من هيبة الرجل ومن مكانته الوطنية ومن أيضا شخص ومن أيضا صحته، إذ أن الأمور تتطور سريعا في اتجاه أمور قامضة اللازمة والضرورية لتحديد هوية البلد. نحن إذ نعلن من هنا أننا نطالب بتوفير مرافق دائم في حجرة الرئيس من أسرته، لن نطالب أيضا توفير وتسهيل إجراءات الرفع له، إذ أن السلطة التي تدير الشأن الأمنية والصحية للرئيس غير مؤهلة وغير موثوقة، وعلاقة ثقتنا بها تزداد تدهورا يوما بعد آخر، إذ أن رأس وزارة العدل يقول في بيانه أن الرئيس ليس مصابا بما يستدعي العلاج، بعد ساعات ينقل إلى طب القلب لإجراء عملية قسطرية، وهذا في الحقيقة مخالف لتصريحات الرئيس، مخالف أيضا للقوانين والشرائع والأعراف الدولية، مخالف لقوانين الإنسانية التي تتطلب من الجميع سواء أحزابا أو منظمات أو حكومة تتطلب منهم الوقوف في الحالة الإنسانية الحرجة التي يمر بها الرئيس، تتطلب منهم أن يكونوا أكثر شفافية وأكثر وضوحا
واقل استهزاء بعواطفنا وبمشاعر الموريتانيين عموما وبايضا مشاعر المسلمين، اذ ان ما يحدث اليوم هو مجرد استفزاز ومحاوله تصفيه بشعه لا علاقه لها لا بالصحه ولا بالعدل ولا بالاخلاق ولا بقيم امه الهادي عليه الصلاه والسلام. نحن نحمل رئيس الجمهوريه محمد الشيخ القزواني كامل المسؤوليه عن صحه الرئيس، ونطالبه بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزله التي يعاني منها الرئيس منذ سنتين الا قليلا. نحن نطالب بتوفير، واكررها، بتوفير وبالسماح لشخص من أسرته بالتواجد الدائم معه في حجرته، إذ أن انهيار الثقة ما بين القائمين على شأنه وعائلته يحتم وجود أشخاص من أسرته معه أيضا لتلبية حاجاته الشخصية وللثقة أيضا مما سيعالج به ومما سيعامل به في هذه المنشأة التي وللأسف هو الذي أنشأها والتي هو اليوم تمارس عليه فيها شتى انواع الاهانه، من منع لاسرته ومن منع لزواره من وكل الناس هنا تزار ولديها مرافقين الا رئيس الجمهوريه، وهذا في الحقيقه شيء يندى له الجبين في دوله تدعي الاسلاميه. شنو طبيعه العمليه دي معدلات التحميص؟ واحدين يقولوا توسعه وواحدين يقولوا قصدر. قصدر توسعه، توسعه في في, في في اليوم ستجرى له عمليه توسعه في عرقين من عروق القلب للمره الثانيه، وهذا في الحقيقه ايضا يثير الانتباه ويثير الشكوك حول طبيعه العمل. اذا نحن نريد من السلطات، من رئيس الجمهوريه، اذ ان كل السلطات ما تحت رئيس الجمهوريه اصبحت في دائره الاتهام، لانها تصرح بانه لا يحتاج الى علاج وبانها تحتجزه وتمنعه من اشعه الشمس منذ 6 اشهر، وهو الوضع الذي ادى به الى لجوئه الى المستشفى. نحن نكرر ونناشد رئيس الجمهوريه بالتدخل لوقف هذه التصفيه المعلنه التي تحاول جهات خاصة ممارستها على رئيس الدولة ومعروفة، وهذا العمل لن يؤدي أبدا إلى انسجام المجتمع، ولن يؤدي أبدا إلى تقوية الوحدة الوطنية، ولن يؤدي أبدا بتأكيد أخلاقية النظام ولا بتأكيد أخلاق الجمهورية الإسلامية التي تتخذ من الإخاء والعدالة والمساواة شعارا لها. نحن نرفض أي مساس بصحة وسلامة رئيس الجمهورية من أي جهة كانت خارجية أو داخلية، ولذلك على رئيس الجمهورية أن يتدخل فورا وأن يوفر الظروف التي تطمئن لها قلوب الجميع لعلاج هذا الرئيس. ونحن أيضا نؤكد أن عدم وجود أحد أسرته بجانبه في هذه المحنة يعتبر نوعا من الاستهتار والاستهزاء والتنكيل به، مرفوض من طرف الجميع، ويجب أن يكون مرفوضا من طرف أحرار هذا البلد وكل مؤسساته الديمقراطية والمجتمعية المدنية وكل أحرار العالم. وبالتالي نعود لنؤكد أن ما يحدث في هذا المستشفى لا يجهله تماما، أسرته تجهله ومحاموه يجهلونه وأنصاره يجهلونه، ونحن نريده أن تكون العملية شفافة وأن تكون واضحة. فإن كان لابد من تواجده هنا فليكن معه أحد أفراد أسرته دائما في الحجرة التي هو فيها. والسلام عليكم ورحمة الله. حالي شوي. هذا بيان من احزاب سياسية. حني
نجاح نجاح طارق لباس قطي قطي شحاله ما شاء الله قطي الكريمه هاي نجرب واحد من العائله بعده ولا حنيت انا واحد معايا انا عندي صيف ما يعني امتيش ما يقدر يخشوا على الرجاعات شو قوم منين هو المصور وينه علينا نعتقد انه الانجازات اللي وراه هاي لا دام قول قطعه الصبح جاب اسكت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي العربي الأمين. بيان من أحزاب سياسية تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير حزب الجيل الجديد حزب الموريتاني للإصلاح والمساواة حزب اتحاد شباب الديمقراطي بأنها تابعت بقلق تطورات الحالة المرضية للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز والتي على إثر الحبس التعسفي الظالم لمدة 6 أشهر مع حرمانه من الشمس ورياضة ومنع طبيبه الخاص من معاينته وإهمال السلطات الإدارية والأمنية لحالته الصحية التي تتطلب المراقبة الدائمة والفحوصات المستمرة مما أدى به إلى أن يسقط ينزف دما من فمه وأنفه حيث تعرض لجلطة دموية وتأخرت السلطات في إسعافه وتم حجزه بعد ذلك في المستشفى العسكري وتأخرت إجراءات فحوصه كثيرا وتأخرت كذلك السلطات في إطلاع الرأي العام عن حالة الرئيس السابق الصحية مما أدى إلى إحباط لدى المواطنين من كثرة الشائعات التي تهدد الأمن والسكينة وجاء بيان وزير العدل يحمل كثيرا من المغالطات والأخبار المسيسة المزيفة بغرض التهدئة والإطمئنان على سلامة الرئيس في انتظار إكمال الفحوصات المطلوبة من الطاقم الطبي وهنا نشير إلى أنهم كانوا على علم وبينة من أنه يحتاج إلى علاج عاجل لكنه تأخر كثيرا حتى لا يكون أمامهم وقت لرفعه إلى الخارج على الرغم من أن الكل يطالب برفعه إلى الخارج بما فيها فريق الدفاع أصر إلى أن الرئيس حالته الصحية تتطلب علاجا خارج موريتانيا مما جعلهم يصرون على بقائه وبعد ذلك تم رفعه إلى طب المستشفى القلب الذي بناه هو خصيصا للشعب الموريتاني من أجل أن يتعالج هنا في هذا الطب كذلك قام بعدة إنجازات كثيرة تخدم التعليم والصحة والمطارات والبنى التحتية والمدن وأنشاء المدن بما فيها مدن جديدة ومقاطعات جدد كل ذلك من أجل مصلحة موريتانيا. الرئيس الذي أنجز حلم ما وعد ها هو الآن في المستشفى يرقد. السلطة التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس الذي اختاره محمد الشيخ الغزاني اختاره وصوت عليه وناضل وضحى الرئيس محمد بن عبد العزيز من اجل ان يجلسه على الكرسي من اجل ان تبقى استمرار الناس الذي تعب هو وزملاؤه في فتره العشريه انجازه من اجل موريتانيا معناها على هاي العشريه العدة فيها من الانجازات اختار صديق دربه كان بعد نقول عنه لا صديق ضربه ما ركت اذا كان ما هو صديقه وقت ما هو صديقه لو كان صديقه ما يعود خلاه ما يعود اولا قبل البرلمان يتهم تهم ما تخدم القانون وضد الدستور سوى هو وجماعته عقب ذاك اهل 8 من الناس متهمه ما يقبل منهم حد يندافع السجن ما هو وحده عقب ذاك اللي يندافع السجن ملي والمنوع عدوانه لانه وضعيه على انه مات يحرك فهمت مات يحرك
ولين عاد يمشي ويوقع وتمشي الناس تالبتو عاد تزعزع قال انه هو شد قال من اجل مفتاح موريتانيا ومن اجل بناء موريتانيا والاجيال القادمه وهذه الانجازات ما لا يخلي المواطنين يزعزعوا في البلديه رجع الدار وقعد من المفروض قبيل يخلى في الدار همت ولا كانوا معدلين من الحر يا قال قاموا وعاقبوه بسجنوه ولين سجنوه فهو ست اشهر الشمس ما قد شافه طبيبه ما قد جاه هو يا الله عنده العلاج الصحيه خاصه ما هم حد يزور والدوله ما مسؤولة عنه الين ما وقعت هاي الجلطه وجال الطب تمهم ياسر من الاستهزاء والتكتم والتكتم على ملف الطبي وجانا وزير العدل بعد منين عيطت الناس كامله والشعب الموريتاني والراي العام الوطني في الداخل والخارج يعيط من اجل يعرف شنو مصير الرئيس وملف الطبي شنو وشنو يا الله الدوله تعطي عنه خبر يا الخبر ما اعطاته سخلق علينا تم تتعتم عليه لين خال الوزير لين خال الوزير بيان لا يخدم مصلحته الرئيس بيجي مصلحته على انه يرفع عشان الخارج وجابوه للطب البارح وعدته عمليه اليوم على الصباح ورايح اليوم مجلس وزارك معي عدل عمليه الله يتيم هذا ما يخدم مصلحته الرئيس الحاله خطيره مصلحته شنو؟ اعلنوا تجيه طائره طبيه ويتم نقل صوت الخارج للعلاج يتم نقل صوت الخارج للعلاج بيجي مرحله خطيره واحنا شعبنا واقفين هذه السلطات حمود راح يا سماسيم يا كرباس ما فايدنا عن الخبر بس وصيل شاف المولى انا منها وظلمتوه ايش سمعتوا عنه؟ داو المعارض وداو الكحول وداو الصالحين وداو الطافحين وكرمها وعدل لهم بند من عين الدواء وعدل لهم بند من عين القرآنية وجامع مصانة ما يتحكي وهو لقوها بين الحياة كاره والحاسس هو اللي في الموت يوم ودام فهم مجبورة عنه أخبار وانتم شو مطالبين به؟ شو مشاسر تموري ثاني شو دوروا عدل؟ دورونا دوروا هو داوى وندورونا ندخل عليه ويبقى معاه من أنا قاعد يسند ويعرف حاله سمعت احنا ما نقدر كنا نقدر ما تعود الحالة يا حد ولو كنا تينا نبطسوا ما يعدل لنا هذا يقال احنا ما نبطسوا لا نقدر ونوايا حسنة ونعدلوا الأشياء زين والشقليط وعزتنا حق ما هي كذب ولا فيها إلا في القذف سمعتني وندور مولانا اقتصنا وندور هذه الجماعة السوء اللي مجمع كل عينة تقولها عنه وتعدلها فيه تطرسنا ولدنا دور ولاركي يعود حد معاه ولا هذا اللي كان سارق معاه جماعة باطيبته مالكم صدق يعني عايشه ما تخلى له هو يعدل هو في عدل هذا فيه كم عايشه اسمعتني دقيقه مالكم صدرتوا بيان نهار ماضي انكم